احتضن الدار الأسد للثقافة والفنون في محافظة حما فعالية مهرجان حما للإبداع الشعري بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وأديباً. تضمنت العديد من الفعاليات إضافة لندوة تعريفية بعنوان الدكتور رضا رجب شاعراً، حيث تم تسليط الضوء على شخصيته وحياته دواوينه الشعرية وأهم الجوائز التي حصل عليها. المهرجان تضمن فعاليات كثيرة، هناك ندوات عن الشعر، هناك قراءات شعرية، طبعا هناك تكريم للدكتور راتب سكر وهو الباحث الكبير الذي تعرفه حما وتعرفه سوريا بالكامل، هذا الأديب وهذا الكبير الذي قدم الخلق والأدب في مختلف تجلياته. أيضا هناك قراءات شعرية، هناك رعاية للمواهب الشابة، هناك قراءات نقدية، هناك طبعا حضور للفن للشعر الشعبي أيضا ومحاضرات عن الشعر الشعبي، أيضا هناك فقرات فنية كثيرة سيشهدها هذا المهرجان في مختلف المراكز الثقافية في محافظة حما. مهرجان حما الشعري هو من أبرز الظواهر الأدبية التي تقام في ربوع العاصي كل عام، وقد فوجئت هذا العام بإدراج اسمي لأكون مكرما في هذا المهرجان، وذلك أثر في نفسي كثيرا لأنه تكريم رمزي يعبر عن حب كل منا للشعر من جهة، ولربوع العاصي ونواعيره التي رتلت في ضمائرنا حبنا للشعر والأدب النقي. هذا المهرجان السنوي مهرجان نيسان، والذي يمتد لحوالي 7 أيام أو أكثر، سميت هذه الدورة باسم الشاعر العربي الكبير والباحث الكبير الأستاذ الدكتور رضا رجب. من الطبيعي يعني كل مهرجانات العالم يسمون مهرجاناتهم بأسماء مبدعيهم، ورضا من هؤلاء المبدعين، ولكنني أستطيع أن أضيف أنه شاعر فحل، شاعر هو على مستوى الوطن، مساحة الوطن العربي، هو مبدع، هو صاحب إنجازات، هو صاحب جوائز كثيرة على مستوى الوطن العربي في الشعر وفي البحوث وخصوصا تحقيق كتب التراث. طبعا تسقط إبداعات وثقافة جميلة جدا وتشجع الناس للإبداع والكتابة، وطبعا كان رمزا للثقافة والإبداع وللشعر الدكتور رضا رجب. تتنوع الأنشطة الثقافية في المهرجان من إلقاء شعري والزجل الشعبي وندوات، إضافة إلى عرض مسرحي بالتعاون مع مجموعة من الأطفال، كما تم تكريم الأديب والشاعر الدكتور راتب سكر، تبعه حفل فني ولوحات راقصة من التراث لفرقة أوركيدا.